مول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه عن الأفراح. كيف تهني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامي الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوادي عنه والنبلاء أشباحي فوقوه بيض الضباب النحور البيض والسمر بالوجوه الصباحي. وقف الإمام على مصارعهم يصفق بيد على يد ينادي أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إنادي يا حبيب ما تقعد تعاين حالة حسين يا حبيب ما تقعد اتعاين حالة حسين يا زهير يا مسلم ويا برير المحبين انا ظليت يا اصحابي بلا ناصر ولا معين وبس العدا بخيولها حاطت علي والمنه يذوب القلب القلب ويشيب الراس يوم وصل ذاك الغضب فروى في الباس قال لي انكسر ظهري بهالنومة لحد يا شيال العلم تبقى رمية ولحد يا شيال العلم تبقى رمية ظل ناشدهم يا فرساني تخلوني وحيد
شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعي؟ لا ولد لي بقى يحمي خيامي ولا حضيد، وبن سعد قصدي السير هالحراير نيته. ليش يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى؟ هذي زينب بعد عينك بالحرم متحيرة، تدري باللي يفقد اخوه تقل يا اخوي حيلته. ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أغد عالما أو متعلما أو محبا للعلماء، ولا تكن رابعا فتهلك. كلمة عظيمة للإمام الصادق عليه السلام، وكل كلام أئمتنا عظيم لأنهم استقوا هذه الحكم وهذه الكلمات من رسول الله، استقوها من القرآن الكريم، هذا مصدر علمهم، استقوها من علم علي وعلم فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك تجد الحكمة هي معدنهم، كلامكم نور، هو كلام أهل البيت عليهم السلام، ثبتنا الله وإياكم على محبتهم. هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يشير، أغد عالما، يعني عليك أيها الإنسان أن تختار لك طريق، تحدد علاقتك مع العلم. تشوف التقسيم اللي قسم الإمام، أغد عالما أو متعلما أو محبا للعلماء ولا تكن رابعا، يعني موقف الإنسان تجاه العلم. وابتدأ أول شيء بحسب إمكانية الإنسان، يعني مو الكل يقدر يصير عالم، مو كل إنسان يقدر أن يكون عالم. إذا ما قدر يصير عالم هناك طرق ثانية في تعامله مع العلم، بس أهم شيء لا يكون الصنف الرابع الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام. يقول صلوات الله وسلامه عليه، أغد عالما أو متعلما. طبعا إذا قدر الإنسان أن يكون عالم كان بها، لأن واقعا العلم ينقل الإنسان دائما من الظلمات إلى النور، يسبب إليه الهداية، أحد مسببات الهداية، أحد الأمور اللي تجعل الإنسان يستغني عن غيره. يقول الشافعي من بعض الأبيات اللي تنسب إليه، علمي معي أينما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني أينما تذهب علمك يؤهلك، علمك ينفعك، علمك يفيدك.
هذه من ضمن الإشارات، واحدة من الإشارات اللي حثت على العلم. مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طالب عند لفتات حول العلم جدا مفيدة، وهذا راح يعني مدخل على أساس نعرف طريقة تعامل مذهب التشيع مع العلماء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكو عنده التفاتة مهمة من ضمن كلماته ومن ضمن الأشعار المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول هذه الأبيات: الناس من جهة التمثال أشباه، أبوهم آدم والأم حواء. الناس من جهة التمثال أشباه، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إذا الواحد بيفتخر بشيء في نهايتك أيها الإنسان طين وماء، وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، لاحظ هاي الكلمات، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم إلى الهدى لمن استهدى أدلاء. استهدى يعني طلب الهداية، استعطى طلب العطية، وهكذا. فإنهم للهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمة غريبة وعظيمة من كلمات مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الناس موتى وأهل العلم أحياء. ذلك في ناس كثيرين درست أبدانهم ذهبوا، ولكن بقى علمهم، بقى علم اللي موجود عندهم الناس تستفيد منه، بينما البدن انتهى خلاص. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا كميل هلك خزان الأموال، هلك خزان الأموال، والعلماء باقون ما بقي الدهر. شنو معنات هاي الكلمة؟ اللي يخزن الأموال راح تنتهي الأموال، هو راح يموت، أمواله تقسم بين الورثة، يستفيدون منه سنة سنتين، بيترحمون عليه بعدين بينسونه خلاص، يترحمون عليه على أي أساس؟ خلاص خلصت مدته. بينما صاحب العلم، شوف مرت سنوات طويلة، وإحنا نذكر الشهيد الصدر، نذكر الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، سيد الإمام الخميني، زين نذكر العلماء الشيخ حسين وغيرهم، رغم مرور مئات السنوات لكن ذكرهم باقي. وأنا اللي كنزوا الأموال، وين ذكرهم؟ ما حد يذكرهم. ذلك كل تفاتة غريب، يقول هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر، أشخاصهم أو أعيانهم مفقودة، أشخاصهم مفقودة وأعيانهم في القلوب موجودة. عند أهل العقل أهل التفكير يذكرون الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشهيد الصدر وغيره من العلماء الأبرار. نظرة أهل البيت إلى العلماء، دائما علمونا أهل البيت أن القيادة تكون عند العلماء، لذلك إحنا ليش نفضل علي بن أبي طالب؟ وإيش المميزات اللي عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما موجودة عند بقية الصحابة؟ أول هذه المميزات هي العلم. الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بالعلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وذاك يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، علمني رسول الله من العلم 1000 باب،
أنا مدينة العلم وعلي بابها. كل إشارات إلى العلم. إذن هذا العلم، هي الإشارات اللي موجودة في العلم وكلمات رسول الله لها دلالة حول اختيار علي للولاية والقيادة، لو ما لها دلالة لها دلالة. ليش؟ شوف القرآن كل هاي الإشارات على أساس تجمعها في الآية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إشارة واضحة إنك إذا فضلت علي لعلمه وقدمت علي لعلمه توصل إلى هاي الآية. قل هل يستوي، استفهام استنكاري، هل يساوي هذا العالم بغيره من اللي ما يعرف شيء؟ الإنسان إذا عنده علم يقدر يهديك، لكن إذا هو ما عنده علم ضيعك في ظلمات، هو مو مهتدي أساسا إلى الطريق، بخلاف الإنسان صاحب البصيرة عنده شيء من البصيرة ونفاذ البصيرة ممكن أن يقيد المجتمع. لذلك القيادة عند العلماء، وأول من جعلهم الله أهلا للعلم هم آل بيت محمد. كل الناس احتاجوا إلى علم آل محمد. افتح التاريخ شوف الإمام الباقر سلام الله عليه، اللي يحضرون درس الإمام الباقر، اللي يجون عند الإمام الصادق سلام الله عليه، خليفة المسلمين في ذاك الوقت مأمون العباسي، شلون جمع العلماء لنقاش الإمام علي بن موسى الرضا. شوف الخليفة المتوكل وغيره شلون يعرفون أن الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام هم العلماء في الأمة. دي كلها إشارات تجمعها توصل إلى نتائج مهمة. من هؤلاء العلماء الذين تركوا أثرا كبيرا في المجتمع وعلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، هو السيد الشهيد الإمام محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، الذي تمر ذكرى وفاته واستشهاده في هذه الأيام المباركة. طبعا راح نتكلم عن شيء وإن كان موجز من سيرة هذا الإنسان العظيم الذي ينتمي بنسبه الشريف إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وعائلة الصدر هي عائلة السيد شرف الدين، وأيضا يعني من يرجعون إلى نفس الفرع الذي منه الشريف الرضي والشريف المرتضى رحمة الله عليهما، إلى السيد إبراهيم الأكبر ابن الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذه الأسرة كانت تعيش في بغداد، ولعل يعني شيء من ملامح شخصية الإنسان ممكن ترسمه من خلال أسرته، لأن الأسرة هي البذرة الأولى، المكان الأول اللي يحتضن بذرة الشخصية. الأسرة هي البيئة الأولى اللي تأثر على شخصية الإنسان، فهو من أسرة علمائية. أسرة الصدر أسرة علمائية. شوف الإنسان بالذات اللي يتربى في أسرة علمائية، شوف العلم يبقى في بعض الأسر. العلم ليش يبقى؟ لأن بعض الأسر صار عندهم عالم واحد وموت، أولاده بعدين ما يصيرون علماء، يمكن واحد درس يمكن ما درس. لكن لما تقول أسرة علمية، هم الأم في البيت تحصلها من أبوها عالم وهي عالمة، وزوجة عالم، تحث أولادها على العلم، تحث أولادها على العلم. ولذلك تشوف الأسرة، جو الأسرة يساعد أن الإنسان، يساعد أن الإنسان يطلب العلم.
من نعومة أظافرة هم أخو عالم، هم أبو عالم، أسرة علمية. من ناحية الأم الشهيد الصدر رحمة الله عليه، أسرة آل ياسين، وهي من الأسر العلمية في العراق وفي بغداد أيضا. يعني من ناحية الأم ومن ناحية الأب. من ناحية الأب أسرة الصدر، أسرة معروفة، ومن ضمنها السيد صدر الدين الصدر والصدر اللي موجود بالكاظمية، وهم أبناء عمومة لعائلة شرف الدين السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات، فهم أبناء عمومة. أسرة أنتجت علماء كثير، ولذلك لما ينشأ الإنسان في بيئة علمية تختلف نشأته عن بقية البيئات، هذا أولا. الشيء الثاني من ملامح شخصية السيد محمد باقر الصدر هو الذكاء. أحيانا كثير من العلماء يبدأ بطلب العلم، لكن الطوف سنوات من عمره، الطوف سنوات من عمره ومستوى تحصيل العلم عادي، لكن لما واحد ذكي يهتم بطلب العلم تشوفه يطوي مراحل. شيء طبيعي، مو بس في علم الفقه، في كل المجالات، في كل المجالات تحصل عنده ذكاء، نسبة من الذكاء، ونسبة الذكاء عالية عنده. يعني يوم قاعد أقرأ في بعض المصادر أن أخوه كان يدرسه، أخوه اللي أكبر منه اسمه السيد إسماعيل الصدر، رجل عالم فاضل فقيه، وكان يدرسه بعض الكتب في المقدمات، لكن لاحظ عنده أنه يناقش ويأخذ ويعطي. حتى المدرس يعرف التلامذة، يعرف الطلاب، بعض الطلاب هذا هو قاعد علمت شيء زين سكت، لكن بعضهم لا، عنده نهم في العلم، عنده نبوغ، يعني يحاول انه يحصل اكثر، يحاول انه يستفيد اكثر، يحاول انه يسأل اكثر، يشبع الفضول اللي عنده عن طريق السؤال وعن طريق المناقشة وعن طريق الأخذ والرد، ولا يقبل أي فكرة يناقش الأستاذ. هذه صفة كانت ملازمة إلى السيد الشهيد الصدر. لذلك انتقل من بغداد إلى النجف الأشرف، وحسب ما قرأت في سيرته بعض الكتب اللي ألفت أن أخاه السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه قام بتدريسه بعض الكتب في هذا الوقت. يعني تتكلم عن عمر بين 10-11 سنة، بالكثير نقول 12 سنة، بالكثير بنقول 12 سنة، ألف كتابين في هالمرحلة، ألف كتابين. أول هذه الكتب كتاب في المنطق، في علم المنطق، وهذا يبين طبعا للأسف هذا الكتاب كان ردود وملاحظات على بعض الكتب المنطقية اللي كانت تدرس في الحوزة. أنت تتكلم عن ردود وملاحظات لطفل عمره 10-11 سنة، بالإضافة إلى أنه ألف كتابا في هذه المرحلة المبكرة من عمره، هو بنفسه تكلم عن هذه مسألة، ألف كتاب فدك، كتاب فدك الآن في زماننا يعتبر مصدر. هو ألفه عمره تقريبا 11، بنقول 12 سنة عمر السيد الشهيد رحمة الله عليه لما ألف كتاب فدك في التاريخ. الآن في زماننا هذا الكتاب يعتبر مصدر ومادة علمية لكل من أراد أن يبحث عن نظرة الشيعة إلى قضية فدك في التاريخ، نقاش علمي مرتب، مقدمات. يعني اللي يقرأ الكتاب ما يقول إن اللي ألفه ألفه في هذه المرحلة من عمره، سبحان الله. وهذا دليل على نباهة الإنسان،
دليل على تقدم العلم. هذا شيء جيد. هذه ميزة من مميزات السيد الشهيد، ولذلك طول كثير من المراحل، طول كثير من المراحل، واللي ساعد على طي هذه المراحل هو نسبة الذكاء الموجودة عنده بالبيئة العلمية. واحد، المكان اللي هو ساكن فيه، النجف، الكاظمية، ترى حتى اللي يدرسون في البحرين ليش يقولون الدراسة في البحرين مثلا أو الدراسة في خارج؟ هناك بيئة علمية، يعني البحرين مو بيئة علمية، ما احترامنا إلى العلماء وكذا، لكن الإنسان دائما منشغل. كذلك لو بتجي مثلا القطيف، لو بتجي بقية البلدان، لكن لما تتكلم عن الحواضر العلمية مثل قم، مثل النجف، زين، لا، كل الأجواء مهيئة للعلم، يعني العلماء متوفرين، المكتبات، الدروس، الحوزات، المدارس، الناس مهتمين بهذه الأمور. في أماكن ثانية لا، تختلف المسألة، في أماكن ثانية تختلف المسألة. أما الأجواء العلمية في هذه البلدان تجد أنها مهيئة لطلب العلم، لذلك هو انتقل إلى النجف الأشرف بجوار جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. تشير المصادر إلى أنه سماحة السيد حضر عند جملة من علماء النجف الأشرف، وعلى رأسهم السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رحمة الله عليه، اللي ممكن أن نعبر عنه أنه أستاذ الفقهاء والمجتهدين، مو فقط زعيم الحوزة العلمية في النجف، على مدى تقريبا 50 سنة، على مدى ربع قرن هو المرجع الأوحد، 25 سنة هو المرجع الأوحد في العالم الشيعي، ينعت بزعيم الحوزة العلمية السيد الخوي، غني عن التعريف، وكل تلامذته من الفقهاء، الفقهاء اللي الآن موجودين عندنا، هذه كلها بركات الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر إنسان. شوف أحيانا الناس يعيشون سنوات وعندهم علم، بس الله ما يبارك لهم لا في عمرهم ولا في علمهم، وأحيانا لا، الله يبارك إلى الإنسان، شوف سنوات خرج فيها عشرات الفقهاء والمراجع، ألف العشرات من الكتب في الفقه والأصول والتفسير والعلم وغيرها. هذا الله عز وجل يبارك إلى الإنسان في عمره. على مستوى الكتابة والتأليف أيضا كانت شخصية متميزة، السيد الشهيد الصدر ألف مجموعة من الكتب، وهذه الكتب مو تكملة عدد، يعني شوف الآن كثير من الناس في زماننا، مثلا في زماننا شلون الواحد ألف كتاب؟ مو صعبة، مو صعبة جدا، مو صعبة المسألة، الكمبيوترات موجودة، البرامج موجودة، على قولتهم سوي لك كوبي بيست، جمع، عدل الكتاب، في يومين ثلاثة ممكن الإنسان ألف كتاب. بس في ذاك الوقت مسألة مختلفة، مو أي كتاب يكون مقبول، بالذات في بيئة علمية، هذا أولا. ثانيا، أن يوفق الإنسان في التأليف، وفعلا هذا من الأمور التي وفق فيها الشهيد الصدر، وألف مجموعة من الكتب المهمة إلى يومنا، من ضمنها مثلا البنك اللاربوي في الإسلام، اعتمد فيه نظريات الشريعة الإسلامية، وهذا الكتاب شوف الجامعات بالسعودية يدرسونه، حتى بالسعودية يدرسونه، ومطروح هذا الاسم، ما تفتح كتاب اللي كتبه في الاقتصاد والبنوك إلا وتشوفه يرجع إلى هذا الكتاب وإلى نظريات هذا الكتاب، البنك اللاربوي في الإسلام.
عنده كتاب اسمه الأسس المنطقية للاستقراء، في لفتات غريبة وعجيبة في علم المنطق. عنده من الكتب المهمة جدا واللي أيضا دخلت في التدريس، في سلك التدريس في الجامعات، كتاب اقتصادنا، النظرية الاقتصادية عند المسلمين. هذا ما أحد ألف سابقا، ما أحد ألف بهذا المستوى، فهو ابتكار جديد من سماحة السيد الشهيد. ألف في مجال الفلسفة وعلم الكلام أيضا كتاب فلسفتنا، وهذا الكتاب يعني تكمن أهمية في ذاك الزمان أنه ناقش النظريات مثل النظرية الماركسية. النظرية الماركسية في ذاك الوقت الشيوعيين كان لهم مد، لما تتكلم عن الستينات والسبعينات الشيوعيين أثروا في العراق، كان المجال مفتوح للشيوعيين. في البحرين أثروا، وبعض الناس فعلا تأثروا من هذه النظريات ومن هذه الكلام، وإن الدين أفيون الشعوب، وإن الدين شيء مخدر إلى الإنسان، تحرروا من الدين وناس صاروا شيوعيين. والله ينقل لي البعض في البحرين، هنا مو بعيد، يقول جت فترة في البحرين كان في المنامة مثلا وغير المنامة كان اللي يروح إلى المسجد أصير موضع استهزاء. عدل لولا جت فترة اللي يروح المسجد اللي يشوفون يصلي في المسجد كانوا الناس يستهزئون فيه. لولا أن صار يعني تغيير إلى هذه المفاهيم ببركات الإمام الخميني رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ببركات العلماء، ببركات هذه المؤلفات، قدروا يغيرون الأفكار المنحرفة اللي طرأت على المسلمين. الناس بدأت تقرأ وفعلا قدر يغير، يعني هذا الكتاب ببركات هذه المؤلفات قدر يغير أفكار جيل بأكمله. ذلك يعني احنا يمكن ما نشوف هذا الاثر باعتبار ما احتكينا بالكتب وكذا، لكن على مستوى بلدان، على مستوى مجتمعات، هذه المؤلفات تركت اثر كبير. فلسفتنا ناقش نظريات الشيوعية ونظرية الرأسمالية في كتاب اقتصادنا، ناقشها، ناقش النظريات الإلحادية إلى أن أخلص أو استخلص تجربة الفلسفة الإسلامية ونقاها وقدمها بصورة نقية وطاهرة في عقول الناس. هذا في حد ذاته إنجاز كبير في كتاب فلسفتنا. أما في مجال علم الأصول وعلم الفقه، الفقه لالتفاته والأصول لالتفاته، في كتاب الفقه عنده رسالة اسمها الفتاوى الواضحة، وهذه الرسالة ميزتها تشوف الناس ليش يكرهون الفقه. ليش الناس يكرهون الفقه؟ بسبب اللغة، يعني اعتادوا الفقهاء والعلماء إذا بيتكلم في الفقه يجيب لك كلام معقد، ثق إن الناس ترى ما يعرفون أحوط وجوبا ما أدري إيش، من تقول له الكلام ما يفهم، ثقافة بسيطة، ثقافة بسيطة. السيد الشهيد رحمة الله عليه ترك نموذج جديد في الرسائل العملية وهو كتاب الفتاوى الواضحة، بحيث أن هذا الكتاب يأخذ أي واحد، أي واحد مثقف فقط يعرف يقرأ ويكتب، يقرأ هذا الكتاب ممكن أن تصل المعلومة بسهولة إلى عقله. هذا مو أي واحد يقدر يسويها، مو أي واحد يقدر ينزل لغة الخطاب بحيث يفهمون الناس. ترى فن إنك تتكلم والناس تفهمك بكلام علمي دقيق وتوصل إلى أذهان الناس، هذا فن من الفنون.
بعض العلماء يجي يتكلم على المنبر لكن ثلاثة أرباع اللي موجودين في المكان ما يفهمون كلامه، ولا هو يقدر ينزل إلى مستواهم ويجي يفهمهم بدائيات ومقدمات، ما يقدر، فيظل هو يقول كلام والناس ما تفهمه. لكن العالم، العالم العالم بما هو عالم فعلا يقدر يطوع المصطلحات العلمية، وهذا دليل على علمه ودليل على تمكنه ودليل على بلاغته وإيجازه، وأن هاضم المادة العلمية. أنا إذا مو هاضم المادة ما أقدر أقدمها إليك، إذا أنا مو فاهم شيء ما أقدر أفهمك إياه، بعقدك أكثر وأكثر. ولذلك هو بسط الفقه إلى أبسط العقول ممكن أن ينال من هذا العلم، خصوصا في كتاب الفتاوى الواضحة، وهو كتاب قيم جدا على مستوى علم الأصول. يعتبر السيد أيضا أحد المجددين في علم الأصول، ألف أكثر من كتاب، يعني عند الحلقات ألفهم للتدريس، حلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في مجلدين، تقريبا أربع مجلدات. وعند كتاب أيضا فقد للأسف الأحداث الدامية اللي صارت بالعراق، فقد هذا الكتاب من عدة مجلدات في علم الأصول، كتبه بقلمه الشريف، للأسف فقد من ضمن الأمور التي فقدت. وألف حول سيرة أهل البيت مجموعة من المحاضرات، أهل البيت تعدد أدوار ووحدة هدف، تكلم فيه عن حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، دراسة مبسطة، ويقولون أنها كانت بعض المحاضرات وترجمت أو تم تنسيقها وطباعتها، إلى غير ذلك، مثلا كتاب المدرسة القرآنية وغير من المؤلفات التي أثرى بها المكتبة. الإنسان يمضي، ولكن هذه الكتب تحفظ علمه، هذا يعني عقله، هاي الإنسان عقله حفظ في كتبه. شوف عندنا علماء في البحرين لكن للأسف ماتوا ولم يكتبوا شيئا من العلم، ما دونوا شيء، فماتوا ومات العلم معهم للأسف، ولكن اللي كتب بقى، مثل الشيخ يوسف العصفور رحمة الله، ألف كتاب الحدائق، شيخ حسين رحمه الله كان مكثرا في التأليف، هو يحاضر ويطلب من تلامذته، ترى مو صعبة، يطلب من تلامذته الشيخ مرزوق الشويكي، هذا واحد من تلامذة الشيخ حسين، هذا من يقعد شيخ حسين في الدرس، طلب من شيخ مرزوق أنه يكتب، وكان يملي عليه ويكتب، إلى أن جميع محاضراته في الفقه حفظت، في الصلاة والصوم والطهارة كتب ما شاء الله، لأن يقول أمير المؤمنين ما كتب قر وما ترك فر، كلمة جميلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. تميز الشهيد الصدر في الجانب السياسي، بلا شك أن هالمؤهلات العلمية والفقهية نال مرتبة الاجتهاد في مقتبل حياته، كان مجتهدا، وكان من الوجوه البارزة من تلامذة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رحمة الله عليه، وطرح مرجعيته في حياة أستاذه، في حياة السيد الخوئي كان هو مرجع والناس ترجع إليه في التقليد. كل هذه الأمور هيأت أن يكون قيادة سياسية ناضجة إلى المسلمين في العراق، ولذلك كانت نظرة الفقهية هو إسقاط حكم البعث، البعث اللي ظلوا العرب سنين يرعونه ويدعمونه وقووا شوكته وعطوا الأموال ومدوا بالأموال لمحاربة إيران. يا أخي التاريخ ترى يعيد نفسه، 40 سنة 50 سنة نفس السياسة ولا هي مثمرة، ومع ذلك مجودين عليها، بارك الله فيهم، مجودين عليها، نفس السياسة ما تتغير. ومن دمار إلى أدمر، من دمار إلى أدمر، وما عشت
أراك الدهر عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا. فأصدر فتواه بحرمة الانتماء إلى حزب البعث. تعرف هذه الفتوى في ذاك الزمان مواجهة إلى صدام، شراسة صدام وقوته. صدام معروف عند القتل، كم قتل من علمائنا وكم قتل من قادتنا ورموزنا ومراجعنا في العراق. حرم الانتماء إلى حزب البعث. حتى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، لذلك هؤلاء واجهوهم صدام. فعلا هذا اللي أدى إلى أنه يستدعي الشهيد الصدر. طبعا الشهيد في المجال السياسي كان منظم، عنده في مجال المرجعية كان منظم، عنده نظرية المرجعية الرشيدة أو مرجعية المؤسسات، وكان منظم فكرة المرجعية. وهذا التنظيم لفكرة المرجعية استفادت منه الجمهورية الإسلامية في صياغة الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية. استفادوا من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، كما صرح بهذا التصريح أكثر من شخصية. أيضا من ناحية التنظيم هو كان داعم إلى حزب الدعوة اللي كان يمارس دوره، وطبعا تميز على أكثر من صعيد. إلى أن جاءت اللحظات من عمره الشريف حيث ختم الله له بالشهادة، مثل هالأيام هذه ومثل هاللحظات. احنا ليش نتكلم بتفصيل في حياة هؤلاء؟ هم مو أئمة، مو من الأئمة، ولكن ذولا يوصلوننا إلى أئمتنا. ذولا العلماء الشهداء يعطونك فكرة كيف الأئمة سلام الله عليهم عاشوا حياتهم، شلون الأئمة واجهوا المجتمعات، واجهوا الحكام، واجهوا الطواغيت. من هؤلاء السيد الشهيد محمد باقر الصدر، قبض عليه من منزله. كثير من الناس تخلوا عنه. أحيانا إذا أنت بروحك تحارب غير لما وياك جماعة، لكن خذله الناس. كثير من الناس ابتعدوا عنه، خذلوه، تركوه، ولكن الله معه. ثبات على مبادئه إلى أن استدعاه صدام لعنة الله عليه. وبحسب ما ينقلون اللحظات الأخيرة طبعا مبهمة وغامضة، لكن يقولون دار نقاش بينه وبين صدام، وهو ما جعل صدام أن يقتل الشهيد الصدر. بعضهم قال مباشرة هو اللي قتل الشهيد الصدر، وقتل أخته السيدة الفاضلة بنت الهدى رضوان الله عليها، اللي إلى الآن لا يعرف لها قبر كأمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هناك من يقول أنها يعني أحرقوا بدنها، ما يعرف بالتيزاب، وضعت. أما السيد الشهيد اللي حضروا تشييعه وتغسيله، كان آثار الرصاص واضحة على بدنه الشريف، وبقي أو دفن ليلا في وقت كان العراق كله متكهرب. سنة 80 مو العراق، الخليج كله متكهرب في ذاك الوقت، بدايات الصراع وبدايات الثورة الإسلامية وبدايات الحرب على إيران. فانتقل إلى جوار ربه شهيدا مضمخا بدمائه كجده الإمام الحسين. وعادة ذول العظماء إلى اللحظات الأخيرة يبقون لوحدهم، مثل ما الله عز وجل قيض له هذه الأخت الطاهرة بنت الهدى اللي شاركت الدرب والمسيرة والعلم. كذلك كان جده الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن السلام عليك يا أبا عبد الله،
كربلاء، وما أدراك ما كربلاء. اليوم بشهادة هذا المرجع، بشهادة هذا الرجل العظيم، نعرج شوي على أبي عبد الله الحسين في كربلاء. نظر إلى أخته زينب، أين أنت أبا عبد الله؟ على بوغاء كربلاء. بالعزيز عليك يا مؤمن يا موالها، بالعزيز عليك أبا عبد الله. زينب المخدرة، زينب المحجبة، اللي كانت إذا خرجت يخرج إياها أمير المؤمنين بالليل، لا يكون أحد ينظر إلى خيال زينب. وإذا بها على التل واقفة تنادي: نور عيني يا حسين، حبيبي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذا عزيز على قلب الحسين أن يرى زينب على هذه الحال، لذلك وقفت على ذلك التل وهي تنادي الإمام الحسين: أوالي، تصرخ بعالي الصوت، تصرخ بعالي الصوت، طايح وين يا حسين؟ أنا خدر انهتك وانت يا غياث المستغيثي، أويلي عجل ادركنا لا يهتكون الصياوين، بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعة. قالها: يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تذوبيني، ردي سكينة لا يذوبها ونيني، ولا تكثري عتبيج ولا تجيني بالأخمار، لا تكثري عتبيج ولا جثة بلا راس، لا تكثري عتبج وانا جثة بلا راس، راسي قبالج والجسد بالخيل ينداس، روح الشريعة يمكن تشوفين عباس يقدر على النهضة وسلسفه البتة. أويل صاح دخيلك يا مقطع بالشريعة، أبو فاضل صاح دخيلك يا مقطع بالشريعة، جاه الندر ترى جفوفي قطيعة، للخيم ردي بهاليتامى يا وديعة، تدرين بيا مقطع يميني والشمال، أويلي قالت: أنا اللي ودي أوصل مصرعك يا أبو علي، أنا اللي ودي أوصل مصرعك وانجدين وياك، لكن شبيدي ولازم ذيالي يتامك، ولو يقدر السجاد ينهض كان جيناك، خدك نوسدايا وبالدمع نغسل الطبرات. أوالي يا ويلي يا ويلي، أنا يحق لي لنوح الدهر كله يا أبو علي، يحق لي لنوح الدهر كله، للي قضى ضامي مع أهله والماي طامي وما حصل له، لو الموت يسمعني لقله لقله يا خذني وأخوي حسين
خلى ياخذني واخوي حسين واخوي حسين خلى وناخذني محل خلى وناخذني وناخذني محل احمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا الله. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلى روح السعيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر وإلى أرواح العلماء وشيعة أهل البيت عليهم السلام، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.